بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة بالبنين ترحب بكم، ويسر قسم اللغة العربية أن يقدم لكم الدروس المصورة للصف الثالث الابتدائي. بداية، عزيزي الطالب اشترك في القناة وفعل الجرس لكي لا يفوتك أحد دروس المادة. نستكمل يا أبطال الجزء الثاني من درس القراءة، درس بعنوان إني رأيت نملة للشاعر إيهاب عبد السلام. الهدف الأول يا أبطال هو أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية معبرة عن المعنى، قرأناه في المرة الماضية ونريد منكم أن تقرأوا معنا هذه المرة، وعسى أن تكونوا قد حفظتموه، فهو من النصوص المقررة في الحفظ، حفظ السبع أبيات كاملة. نقرأ سويا يا أبطال قراءة معبرة عن المعنى. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. هذا يا أبطال ما عرفناه في الجزء الأول، أن الشاعر شاهد نملة، وكانت هذه النملة في تردد بين الأغصان أم بين الحقول أم بين الحدائق أم بين الجبال. بالفعل كانت بين الجبال. هذه النملة وقعت في مشكلة. ما هذه المشكلة يا أبطال؟ أحسنتم، أنها لم تستطع حمل الطعام وحدها، فالحمل ثقيل، فالحمل انحرف، فنادت على أخت لها لكي تساعدها، لأن الحمل ثقيل عليها، لكن الحمل مال انحرف أيضا، الحمل انحرف، تعينها فالحمل مال. فماذا فعلت النملتان يا أبطال؟ أحسنتم، تذكر قولا يقال، حكمة قديمة تقول تعاونوا جميعكم، لأن الخير يأتي بالوصال، يأتي بالتعاون، الخير كل شيء، التعاون لا يأتي إلا بخير. نادت على إخوانها فنادوا على جميع النمل، جاءوا جميعا بالحبال. كيف نستخدم هذه الحبال؟ وفي أي شيء نستخدمها؟ نعم أحسنتم، نجر بها ونسحب بها الطعام، لأن هذا النمل لم يعرف هذا النمل شيئا محال، لم يعرف شيئا مستحيل، فإنه هو يفكر ويفكر ويفكر حتى يجد حلا لهذه المشكلة. ننتقل إلى الهدف الثاني يا أبطال، وهو أن يحدد الطالب الأفكار الرئيسة في النص الشعري تحديدا دقيقا. هنا يا أبطال لدينا في صفحة الكتاب صفحة 69 بعض الأفكار الرئيسة وبعض المعاني الموجودة في النص نريد أن نعرفها. لماذا احتارت النملة؟ لأنها لم تستطع حمل الطعام وحدها، أم لأنها لم تعرف كيف تعود إلى بيتها، لأنها لم بحثت على أختها لم تجدها، فقدت الطعام الذي كانت تحمله؟ لماذا احتارت؟ أحسنتم، احتارت لأنها لم تستطع حمل الطعام وحدها، كانت في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. أحسنتم. رقم باء يا أبطال، نادت النملة على أختها. لماذا نادت على أختها؟ لماذا؟ هل تعرفون؟ هل لتحتفل؟ هل تحدثها عن حياتها بين الجبال؟ أم تبحث عن الطعام؟ أم تعاونها في حمل الطعام؟ أم تشتكي إليها الوحدة؟ تشتكي إليها وأم تتسامر معنا؟ أحسنتم، لأنها نادت عليها لكي تعاونها في حمل هذا الطعام. أحسنتم. في نفس الصفحة أبطال رقم جيم، السؤال رقم جيم، أهمية الحبال، جاءوا جميعا بالحبال، لماذا تعتبر الحبال مهمة في هذه القصة؟ ربطوا بها الطعام أم سحبوا بها الطعام أم جروا بها الحيوانات أم ماذا؟ تسلقوا بها الجبال أم ماذا جعلت مهمة النمل صعبة؟ أحسنتم،
ساعات نملة على سحب هذا الطعام، ربطوا الطعام بها وسحبوه. ننتقل إلى السورة الغمدان في الصفحة التالية، صفحة 70. الفكرة العامة للقصيدة يا أبطال، الفكرة العامة التي تدور حولها القصيدة، قصيدة إني رأيت نملة، هل هذه الفكرة هي النمل يعيش بين الجبال؟ أم معلومة بين الجبال، هذه معلومة في البيت الأول فقط؟ أم النملة وحدها لا تستطيع حمل الطعام، هذه معلومة في البيت الثاني فقط؟ أم تخزين الطعام عند نمل؟ أم يحكي قصة النمل ويخزن الطعام؟ أم يحكي أن النملة مخلوق، أن النمل مخلوقات متعاونة ومثابرة وتثابر وتصبر على المشاق بين الجبال لتبحث عن الطعام وتجمعه وتتعاون فيما بينها؟ أحسنتم، أن النملة مخلوقات متعاونة ومثابرة، أحسنتم. ننتقل إلى الهدف الثالث يا أبطال، وهو يوضح الطالب المعنى الدال على الأبيات بدقة. هناك أبطال يعني بعض الأبيات يجب أن نوضح المعنى الدال في بعض الأبيات، مثلا يأتي لنا ببيت الشعر ويقول ما المطلوب منه، أو ما الذي يدل على هذا البيت، أو ما الذي يدل عليه هذا السلوك، أو ما البيت الذي يدل على هذا السلوك. في هذه الصفحة، صفحة 70، السؤال رقم 2، طلبت النملة المساعدة مرتين، يجب عليك أن تحددهما. المرة الأولى، متى طلبت النملة المساعدة في المرة الأولى؟ طلبت من من؟ طلبت من أختها. طلبت لماذا طلبت؟ أحسنتم، لأنها لم تستطع حمل الطعام وحدها. وفي المرة الثانية، النملة طلبت المساعدة، هل كانت بمفردها؟ أحسنتم، يعني عندما لم تستطع حمل الطعام هي وأختها، لم تستطع حمل الطعام هي وأختها. ننتقل للسؤال الثالث يا أبطال، هنا في القصيدة يأتي لنا بالسؤال الألف، يقول ما البيت الذي الموافق للمعنى لهذا المعنى؟ يعني يا أبطال يقول هنا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ما البيت الذي يدل على هذا المعنى؟ نرجع إلى البيت يا أبطال، نفتح صفحة الكتاب مصدر التعلم على القصيدة ونبحث عن الكلمة التي تدل عن التعاون. ما البيت الذي ذكرت فيه كلمة التعاون وتدل أننا يجب أن نتعاون؟ أحسنتم، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، أحسنتم. رقم باء، النمل لا يستسلم بسهولة ولا يعرف المستحيل، لم يعرف شيئا محال، ما البيت الذي يوافق هذا المعنى؟ أحسنتم، البيت الذي يوافق هذا المعنى هو جروا معا طعامهم، لم يعرفوا شيئا محال، أحسنتم. ننتقل للهدف التالي يا أبطال، وهو أن يستنتج الطالب أحداث القصة استنتاجا صحيحا. هنا يا أبطال في صفحة 70، هناك مخطط موجود أمامنا كما هو موضح بالشكل يا أبطال. هنا في هذه القصيدة كانت هناك مشكلة وهناك أماكن وشخصيات والحل، نريد أن نوضح أحداث هذه القصة. أحداث القصة، ما المشكلة التي قابلت النحلة النملة وأختها؟ ما القصة يا أبطال؟ ما المشكلة؟ أحسنتم، هي حمل الطعام، لم تستطع أن تحمل الطعام إلى مكان التخزين. النمل يا أبطال كما نعرف أنه يجمع الطعام في فصل الصيف لكي يخزنه في فصل الشتاء لكي يحتفظ به في فصل الشتاء، لأن النمل لا يخرج في فصل الشتاء ولا يبحث عن الطعام في فصل الشتاء. إذن المشكلة هو حمل الطعام. طب أين كانت هذه المشكلة؟ أحسنتم، إني رأيت نملة في حيرة، أين؟ بين الجبال، أحسنتم. شخصيات القصة يا أبطال كانت إني رأيت نملة، أحسنتم، هناك نملة نادت على من؟ نادت على أختها، وعندما لم تستطيع حمله ماذا فعلوا؟ أحسنتم، نادوا على إخوانها، على بقية النمل. إذن شخصيات القصة النملة وأختها وبقية النمل، أحسنتم. ما الحل الذي وصل النمل إليه، أو وصلت النملة بالتعاون مع بقية النمل إليه؟ ما الحل؟ أحسنتم، تعاون جميع النمل لنقل هذا الطعام، تعاون جميع النمل لنقل هذا الطعام، أحسنتم يا أبطال. إذن يا أبطال
من الممكن أن يعرض إلينا أو نقابل قصة، فعندما نقابل قصة أو نقرأ قصة أو نشاهد قصة في التلفاز يجب أن نحلل هذه القصة إلى عناصرها. هناك مشكلة، هناك مكان، هناك شخصيات، هناك حل. من الممكن أيضا أن نجد زمان لهذه القصة عندما يقول في يوم من الأيام أو يوم كذا أو يوم كذا. تمام يا أبطال؟ إذا يا أبطال نختم درسنا اليوم. هناك لعبة أذكركم بها على هذا المخطط، ونختم درسنا اليوم بهذا السؤال: ما الدرس الذي استفدته من هذا النص؟ ما الدرس الذي استفدته عزيزي الطالب من هذا النص؟ أحسنت يا بطل، استفدت أن التعاون ضروري في بعض الأعمال. هناك أعمال لابد أن تتم بالتعاون، تتم بالتعاون. أذكركم يا أبطال بحل الواجب الإلكتروني وحفظ النص ونسخ الواجب ورفعه على موقع التعلم عن بعد الخاص بالمدرسة، وأقدم لكم بعض الألعاب الإلكترونية التي قد تستفيدون منها في مراجعة درس إني رأيت نملة. قدم لكم درس اليوم الأستاذ غنيم سعيد، معلم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.